هذا ولد بحي. اجا صاحبي اجا. إذن مشاهدينا ومتابعينا على الصفحة الرسمية شوف تي في من جديد، ترحب بكم هنا من نواحي إقليم تاونات. حنا الآن كنتواجدوا الدوار شنو سميتو؟ بني زكيان. الدوار بني زكيان جامعة الولجة دائرة القرية. الرجل المسن كيقول على اللسان ديالو أنه كيدعي واحد الإنسان رئيس جماعة ديال هنا ديال هذه المنطقة هذه. جا وبنى له واحد القهوة هنا في الطريق ديالو هذه. غادي التفاصيل ديال هذا الشيء والقصة ديال هذا المسن غادي نخليوها معاه هو يحكي لنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. واخا عاودنا شنو المشكل اللي عندك الواد؟ أسيدي هذه البلاد عندي عليها الرسب. وبدا يزولي عليها رئيس الجماعه عطى لهاد السيد كيمادو بالحديد يجيب له الرمله ويجيب له هذا باش كينافسو في الانتخابات. بنا لي في الطريق، انا خليت الطريق مصاوبه يدزو فيها القبيله هو كي القبيله هو كيبني لي فيها. شنو بنا لك هنا؟ بنا لي القهوه ها هي القهوه قدامكم. ها هي القهوه قدامكم ها هي. ها؟ اه. ودابا منين كنغوت على الطريق دمصوني. انت الطريق ديالك الارض ديالك منين تالي؟ الطريق هي عندي انا ها الحجرة المحافظة ها هي في قلحة. ها الحجرة المحافظة في قلحة. هي شتات. ها هي فين هي راه؟ ها؟ قلحة لي دابا الارض ديالك كلها هكا. تالي نواصل الارض. جايه راه منين محدوده راه منين على الطريق جايه فيا وهو جابنا فيها هنا جابنا فيها. انا خليت الناس فين يدوزوا هو جا. البلاصه اللي واقفين عليها الارض ديالك. ديالي عندي فيها الرسم عندي فيها خدام دابا يلاه ما بقاش حتى نص خدام فيها. جاو دوزوا لي فيها الطريق منين قال لك الطريق غنديروا فيها 15 متر منين دورت صدت فيها غير 12. كملنا الوالد. قلت لك منين خلاو الطريق خلاو لي فيها 15 متر. ملي جا المحافظ لهنا ومنين دابا دورنا فيها ما صلناش 15 غير دحمروني في هذه الارض هذه داوها لي. دابا الرسم عندي فيها خدام وما بقاش النص خدام كامل هنا عندي هنايا. ها الحجره فين قلعوها لي لاحوها وتلف لي لحد هنا انا ما عرفتش فين راه كاع. واخا فوقاش بنا هذه القهوه؟ بناها في الحجر الصحي. مشيت للعماله شكيت. مشيت لعند المحكمه. ايوا وهو خويا صاب الفرصه وبناه ومدوا الرئيس وانا مشيت دمصوني. درتي مع الرئيس اصاحبي بالنسبه ل قول لي الوالد بالنسبه لدابا الساعه فاش كان كيبني انت مشيتي تشكيتي؟ شكيت ديك الساعه شكيت شكيت وقال لك تات كيردوني من العماله شحال مره غير تحيلت ودخلت مره. قالوا تيدوز هذا الحجر الصحي ونشوفوها وما باقيين كيمشيوني. انت ما فاهم والو دابا؟ انا ما عرفت والو شنو كطالب دابا؟ دابا كنطالب الطريق تبقى حره، خليتها للناس يدوزوا فيها تبقى حره. انت وهبتي لهم هذه الطريق؟ انا وهبتها للجماعه القبيله يدوزوا فيها. ما وهبتهاش انا لواحد اخر يجيبني فيها. ديالو باحه وديالي انا يجيبني فيها. وكيبني غير عشوائي ما عندوش الرخصه. جا جاو لهنا ديك المره قال له سدوا له ولا غدا صباح حال. وعاجبو راسو اللي ما عاجبوش راسو. شكون مدعمو؟ مدعمو الرئيس الجماعه الولجه هو اللي مدعمو. انا بالله والشرع. شكرا. اذا مشاهدينا ومتابعينا على الصفحه الرسميه غادي نخليو الابن ديالو يشرح لنا ويعاود لنا لان الاب راه راجل مسن بحراكي يهضر. اجي قايم بحالك من هنا. اجي بحالك من هنا خويا. خويا السلام عليكم. وعليكم السلام. خويا عاود لنا خويا التفاصيل ديال هاد القهوه اللي تبنات هنا كما كتقول. خويا التفاصيل ديالها وهو هاد السيد هذا بنالو الرئيس الجماعه هو اللي بنالو كينتمي معاه للسياسه. راكم عارفين السياسه كيفاش داير. مشينا ما خلينا فين مشينا كاع. مشى الوالد العماله مشى هادي جا تشكالو جاو سدوا له هنايا سدوا له المره الاولى وقفوا على البني واقتحم الفرصه ديال كورونا وبنى
وفي التالي ولاو جاو لي عاود ولاو سدوا له القهوه فاش بناها ولاو سدوها له، ودابا هو كيف تاع عادي يعني ما كاين حتى حاجه يعني كينتمي للسياسه. ما خلينا فين مشينا، حنا دقينا جميع الابواب، كنتمنوا يكون شي حل. وهذا القهوه اللي قاعدين هنا اجيب حاك الوليد، هالناس اللي كيكونوا قاعدين في هالقهوه وكيطلعوا فوسهم العيالات، انتما ما عجباكمش هاد القهوه تكون هنا؟ ما عجباناش، حيت في ديالنا وحنا الطريق موهبينها لله، حنا موهبين هاد الطريق لله. واش حنا كانت عندنا خدام ديال الارض ولا ما كاملش حتى نص؟ راه الحد فينا هو دايز من رافينا هابط حتى لعندو القنت، راه داخل القنت ديالنا، داخل تالي هو، وكاين سامي خايل السياسه. حنا طرقنا جميع الابواب، كنتمناو يكون شي حل. مين مشيتي عند رئيس الجامعه شنو قال؟ مشينا عند رئيس الجامعه، ما قال الجامع بانين بلا رخصه، قالنا حتى الجامع بانين بلا رخصه، وما يمكنليش انا نهضر على 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 شي حاجه عشوائي يعني. قال لك بيناتك انت وياه صافي يعني، طرقنا جميع الابواب، ما خلينا فين مشينا. الحل الواحد هو التجئنا لشوف تي في، قلنا على الله يكون شي حل يدعموا معنا الناس. كنتمنى مسيدنا يدير معنا شي حل، كنتمناو صاحب الجلاله محمد السادس يشوف هذا الشيء. راهم حاقرين هاد الناس، عندنا معاهم 5 دعوات في المحكمه، الدعوه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه، ما عمرهم جابوا لي شي استدعاء قالوا لي يلاه طلع تقابل معاهم ولا شي حاجه. هاد الناس راهم كيتعداو علينا، حنا كنطالبوا غير بحقنا، ما كنطالبوا بتا حاجه. راه دانا البلاد ديالنا وعطاها له هو بنا فيها، هاد رئيس الجماعه علاش كينتمي معاه للسياسه؟ صافي هاد الشيء اللي كاين. كتحس بالحقره يعني، تقدر تمشي ترحل كاع من هنايا من هاد البلاد وما عندكش مشكل، وما تجلسش هنايا في هاد الحقره هادي. هاد الناس كيتعداو علينا تقاورا، قبل من شي واحد غير دابزو معاه غير هادي واحد العام ونص ولا شني غير على الارض، عاود راهم قتلوه في الحبس، راه مات مشى للحبس. وهاد الناس راهم كيقلبوا على هادشي. انا التجأت للقضاء، التجأت لاي حاجه، ما لقيناش الحل اخي. كنتمناو مسيدنا لا كان كيشوف هادشي يدير لنا الحل، الله يرحم الوالدين. هادشي اللي كنطلبوا من سيدنا الله ينصره وعاش الملك. كنبكي حيت حاس بالحقره، حقروا علينا هاد الناس، تعداو علينا بزاف فوق القانون. انا غير انا والوالد هنايا وتعداو علينا بزاف، ديما كيتحرشوا بيا، ديما كيسبوني، ديما عندي دعوات معاهم بزاف. هم عمرهم ما عيطوا لي لشي محكمه ولا قالوا لي اجي تقابل معاهم ولا ديما كيتعداو. هاد البلاصه ديالك وانت حاس براسك مقهور؟ مقهور انا في بلادنا ومقهور، حاس بالقهره يعني. كاينين شي ناس مكبر يعني سياسيين كيتدخلوا في هذا الشيء، وحنايا عينا من عينا التجئنا للقضاء، ما خلينا فين مشينا يعني، طرقنا جميع الابواب، حتى واحد ما دار معنا شي حل. وهذا رئيس الجماعه عندي غير كنت هضرت على شي فيديو ديال الضو هنايا، شي ركايز مركايز، هو اللي طيحني معاه في هذا المشكل هذا. كيدعموا كيجيب له السيمه، كيجيب له الرمله، كيجيب له الكاميو ديال الجماعه، كتجيب له لهنا الرمله والسيمه الكاميو. انت فيديو هنايا كتكشف به ان ما كاينش الضو هنايا، ينتقم منك. انت هو كينتقم مني على هذا الشيء هذا، حيت انت شوف كيبان لك الركايز كاملين بالسيمه، كانوا بالخشب كلهم طاحوا. هضرت يعني غير على غيره على البلاد، واش فهمتي؟ هما بغاو يطيحوني في الفخ دام، وهذا الشيء يعني كيديروا لنا هذا الشيء كامل على حساب هذا الفيديو اللي درت انا. قال لك علاش ندير، ونوضت عليهم النحال مع هذا الشيء. المهم هذا الشيء اللي كاين. شنو كطالب دابا؟ نطالب من سيدنا الله ينصرو يشوف لنا شي حل. هذا الشيء راهم هاد الناس تعداو علينا بزاف، تعداو علينا فوق القانون، داو لنا الارض ديالنا، وحنا كنشوفو ما قديناش نهضرو، ما قديناش نتكلمو، ما خلينا فين مشينا. هاد الناس حاقريننا بزاف، كنهود من هنا، خصني ديما كيضربوني، كيتعداو عليا، كيرميو عليا الهضره. هما بيهم 8 ولا 9 ديال الخوت، تعداو عليا انا غير بوحدي، كيتعداو عليا ديما. وكنطالب بسيدنا الله ينصرو يدير لنا شي حل لهاد الطريق هادي، الله يرحم الوالدين. شكرا خويا. اذا المشاهدين المتابعين فينا على الصفحه الرسميه شوف تي في، غادي نخليكم مع الاخت لا حول ولا قوة الا بالله. السلام عليكم. وعليكم السلام. اختي عاودي لنا اختي. اخويا اش غادي نقول لك، لا حول ولا قوة الا بالله، على هاد الناس، على هاد الطغوة ديالهم، وشكون اللي معنيهم رأس الجماعة هو اللي واقف لهم على هاد الشيء. راهم داو الوالد الأرض ديالو، الطريق دارت له فيها الجماعة، الجماعة دارت له فيها الطريق، ولكني الطريق يدوزوا فيها الجماعة باش يجي واحد أخر يبني فيها القهوة ويستافد منها ومنعنا منها
وتات السيد واقف ذاك النهار كيقلع الكبار هنا، جات ليه هاد السيده خت هاد مول القهوه جات ليه لهنا وشنقت عليه وكتعيط بالعاده وقالت لهم تخلي الخايمتي، وهو شوش اوف شحال بعيد عليها من على دارهم. وخو والسيد اللي كيقول لك رئيس منافس رئيس الجماعه الرئيس الصغير كيقول له غنصيفطك للحبس، ودرنا شكايه عند وكيل الملك في تاونات وهودناها عند الجندار. لدابا ما دوروش في ديك الدعوه علاش ولا كيفاش ولا كيوقع ولا حيت هما هاد الناس طاغيين مولفين هكا على هاد الحاله. معنا واحد اخر قتلوه في الحبس بالفقصه على من على بلادو، حتى دابا بو ما عنده الصحه باش يدابز، ما عندوش الولد اللي غيدابز. وهذه راه حق، راه كنطلب من سيدنا يشوف هذا الفيديو ويدير معنا شي حل على هذا الشيء، وكنطلب من الوزاره الداخليه يتواجهوا له هذا الشيء. هذا الظلم، هذا راه ظلم. وشكون دايرو؟ دايرو رئيس الجماعه، مو دايرو حتى واحد. هو اللي دار هذا الظلم، هو اللي واقف معاه جاب له الحديد. السيد راه ما يعلمش، ما عندوش، هو اللي كيجيب له الكاميو ديال السلعه والحديد ويبني له، هو اللي واقف معاه. علاش؟ حيت شافوا هاد السيد، شافوا هاد السيد درويش، شافوه درويش حقروا له على بلاده، فكوها له عامدا، فكوها له، فك له رئيس الجماعه بلاده وعطيها لواحد اخر باني فيها القهوه. وكا كان كيحكم بالقانون ما يخليهش يبني القهوه بلا رخصه، يخليه يبني القهوه بلا رخصه بلا حتى حاجه. انت باش حاسه دابا بهذا الشيء؟ اخويا انا ما نكذبش عليك، انا تحقرت، ما لقيت حتى جهد، ما لقيت حتى حاجه. با قبالتي كتقطع، قبالتي ما تطلو قدره. بلادو داوها له صحه وما داهالو حتى واحد، ديالو رئيس الجماعه هو اللي واقف مع السيد باش فكها له، ما فكها له حتى واحد، هو اللي فكها له، هو اللي فكها واقف معاه. فيما مشينا، فيما اتجهنا رئيس الجماعه اللي كيواسيلو الطريق غير بالتليفونات، هو اللي واقف معاه وهو اللي معني به. كنطالب اخويا بسيدنا يشوف لنا حل هذا الشيء، حنا تشوينا وتحرقنا، مطيرات البلاد حرفوا لنا عليا. شنو هذا الظلم هذا؟ اللهم نادى منكار، عاش الملك، اللهم نادى منكار. واش حنا هاد الشهاد اللي رضينا بها؟ ما رضيناش، ما رضيناش بها. وكا كان با عنده الرجال اللي يوقفوا له على هاد الارض ما يدعمولوش عليها هكا، راهم يطيحوا في مشكل عليها. وكا كان عنده الرجال ولكن ما عندوش، عنده البنات كل وحده في دارها غير بحديته. حقروا عليه، حقروا عليه، كندعيوهم الله حقروا عليه. بارك الله فيك، شكرا اختي. اذا مشاهدينا ومتابعينا على الصفحه الرسميه شوف تي في، كما شفتي كانت هذه القصه ديال هذا السيد، كما كيقولوا بان واحد السيد جابنا له القهوه في الطريق ديالو، كان عنده هنا تقريبا واحد الفدان هنايا، ودابا ما بقالوش. كما كتشاهدوا هذه هي البنايه اللي كاينه، وهذه هي البلاصه اللي كيداه. لا حول ولا قوة الا بالله. قادوس الماء وصلت تما؟ وصلت لهنا قادوس الماء اللي كانوا جايين غيدخلوا الجامع، وراح نكون هنا قادوس ديال الماء. لا حول ولا قوة الا بالله. إذا مشاهدينا ومتابعينا على الصفحة الرسمية كانت هذه هي تفاصيل ديال هاد البناية اللي كما كيقول هذا على اللسان ديالو، أن جا واحد السيد وبناها له في الأرض ديالو. نضرب لكم موعد آخر في بث آخر هنا بمدينة فاس ونواحيها. دمتم في رعاية الله، السلام عليكم.